واحد مش دكتور سيد سيفن برضو بيقول: هل دخول السماء يكون بالإيمان وقبول المسيح وتسليم الحياة له، أم بالمعمودية والاعتراف والأعمال؟ ما هو قبول المسيح معناها تقبل المسيح وتقبل وصاياه وتعاليمه. فالمسيح اللي انت تقبله بيقول في مرقس 16:16: من آمن واعتمد خلص. فازاي تقبل المسيح وما تقبلش كلامه؟ والمسيح لما تقبله لابد انك تعمل اعمال صالحة، لان الاعمال هي ثمرة الايمان. المسيح نفسه اللي تقبله بيقول: من ثمارهم تعرفونهم. وبيقول الانسان الصالح: من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. فليه تفصل قبول المسيح بالإيمان وتفصل وصاياه؟ عشان تقبل المسيح لابد تحب المسيح، والمسيح بيقول: من يحبني يعمل وصاياي. فلازم تعمل وصاياه، وإلا تقبله وما تنفذش كلامه، يبقى قبول إيه ده؟ شكليات. هو لازم صاحب هذا السؤال عنده فكر بروتستانتي، فحاول انك تتخلص من الفكر ده، ويريد تقرأ الكتاب بتاعنا الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي.